في مداخله تليفونيه دلوقتي، هو طالب يدخل، وكنت لسه هسال السؤال ده والله من شويه الكابتن احمد شوبير. مساء الخير يا كابتن. استاذ محمد مساء الخير، بمساء عليك اخبارك ايه؟ بمشي على ضيوفك الاعزاء الجمال ابراهيم وهاني وكريم. اهلا وسهلا بيك يا كابتن احمد. اهلا وسهلا بيك. عاوز تقول لهم ايه هم في بدايه الطريق؟ لان كنت لسه دلوقتي هسال سؤال ليه علاقه ببعض لاعبي الكوره وازاي يتحولوا من الملاعب الى الشاشات، والكابتن احمد شوبير كان نموذج انه قدر يتطور بشكل كبير جدا ويوصل للمرحله اللي هو فيها دلوقتي والمكان اللي هو فيها. لا طبعا انا بشكر فريق اعدادك، لان فريق اعدادك هو اللي طلبني، طلب مني المداخله، فانا بشكرهم يعني. تمام، شكر جدا. الحاجه الثانيه طبعا هي ما بتجيش بين يوم وليله، لانه اللي حصل ان انا من صغري، من سن 10 سنين وانا اللي بقود الاعلام الرياضي عندي، او الاعلام بصفه عامه في المدرسه في الابتدائي والاعدادي والثانوي. كنت بصدر مجلات الحائط، وكنت بكتب مقالات من صغري، وبكتب في الصحافه الرياضيه يمكن من قبل ما اتشهر او من قبل ما الناس تعرفني بشكل كويس. بدات في جريده الاحرار وصوت والامه بتاع زمان بتاعت الحاج احمد الصباحي، وبعدين كتبت في الوفد فتره طويله، وبعدين حتى اعتمدت كمعلق من سنه 95 من قبل ما اعتزل بسنتين وعلقت يعني. لا هو طبعا ثقافتك وقرايتك وموهبتك بتفرضك يعني ان انت. طب انت شايف ازاي الجيل الجديد بقى ده بيفرق بشكل كويس يعني؟ شايف ازاي الجيل الجديد، خصوصا احنا بنتكلم على ناس ما كانتش بتلعب كوره قبل كده او مش جايه من انديه؟ مش فارقه انا يعني انه يبقى لعيب كوره ده كويس، لكن لو مش لعيب كوره مش مهم، مش هتفرق، لانه لو هو بيذاكر، لو هو بيحضر، لو هو موهوب، لو هو دارس، في حاجات كتيره جدا بتعوض حته الكوره. يمكن السنس بتاع الكوره بيفرق شويه يعني في بعض الفترات، لكنه مش شايف ابدا الربط انه يكون لعيب كوره انه يكون اعلام رياضي. بالنسبه لي مش فارقه زي الاعلام العادي، مش لازم يكون خريج كليه اعلام يعني، مش فارقه قوي انه يكون خريج كليه اعلام عشان اقول انه ده اعلامي كويس ومش كويس. الموهبه مع ثقلها مع الدراسه بتفرق جدا جدا جدا. طب كابتن احمد ابراهيم عاوز يكلم حضرتك. انا بشكرك يا طبعا الفرصه دي ان الكابتن احمد شوبير يكون موجود معانا على الهواء، وفرصه كمان الكابتن احمد يكون سامعني كويس، لانه الحقيقه من ضمن الاسباب الرئيسيه ان انا ابقى موجود النهارده معاك وان الناس تعرفني، انه الكابتن احمد شوبير الحقيقه الراجل ده وقف في ظهري كتير جدا، يمكن حصلت امور كتيره جدا 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 يعني، مفيش بس الوقت انه ده عارف ولاد الحلال كتير، لكنه طول الوقت الراجل ده بعد ربنا صاحب فضل عليا، وانا فرصه ان انا اقول له ده على الهواء مباشره عشان تبقى واصله. كابتن احمد انا بشكرك شكرا جزيلا على كل اللي انت قمته معايا الحقيقه. لا طبعا لا شكر على واجب ابراهيم، وللمره الالف انا لما بتكلم على ابراهيم فايق بقول ده ابني، وممكن احيانا تزعل من ابنك وممكن تغضب من ابنك، لكن بيظل الابن ابنه وليه مكانه عندك. بس انت اكيد فخور بابراهيم واللي عمله يا كابتن. نعم مش سامعك ولا اكيد فخور بابراهيم واللي عمله واللي وصل له دلوقتي. طبعا جدا جدا، وبستمتع وببقى فرحان، واي حد بينجح بيبقى عندي قمه السعاده. ده بالنسبه لي، وانت عارف كده كويس قوي يا استاذ محمد، انه واحنا لما بنتكلم حتى ما بيننا وبين بعض ببقى ما بقولش غير دول يعني دول ابنائي، لانه ابراهيم وناس كتيره جدا جدا الحقيقه موجودين في الوسط، منهم منصان الجميل وحافظوه لهم كل الحب، منهم من مشاغل الحياه خدته شويه برضه له كل العذر يعني، ببقى سعيد جدا جدا. طب انا عاوز حضرتك بخبرتك كده كابتن، بخبرتك كده قول لي ميزه لكل واحد فيهم، لابراهيم وهاني وكريم. شوف ابراهيم ابني فمثل ان ابني بس يعني دي اهم ميزه. انما اعلانهم ضايع. لا ما هو ابنك فانت وصلت لمرحله ثانيه. لا شوف ميزتهم الثلاثه الموهبه دي نمره واحد. طيب. يعني انا احب قوي قوي مثلا ابراهيم كان مع انا الحقيقه عشان بس اكون امين، انا يمكن الظروف الاخيره لانه فرض عليا فرض القتال في الاعلام الرياضي الفتره الاخيره، فبقت كلها قضايا وبقت كلها ازمات ومشاكل، وبقى عندي تحدي عنيف جدا جدا سواء اذاعه او تلفزيون، فبكل اسف ما بقتش متابع بشكل كويس. لكن ابراهيم اللي كان معايا اللي انا عارفه بشكل كويس، بيذاكر كويس، بيحضر كويس، عنده حضور صحيح. بشكل كويس، فلا ابراهيم موهوب يعني. هاني الحقيقه هاني مباشر يعني، هاني الحقيقه انا كمان هاني، انا طبعا هاني على فكره انا ماليش اي ادنى فضل خالص خالص عليه، بس من الناس اللي بحبهم، لانه هاني كان معايا في الشباب والرياضه، كنت انا بقدم برنامج فكان ساعات بيجي كده الصبح فاصمم انه يقعد معايا، وكان يدي عنده ميزه انه يعني يقول رايه بمنتهى الشجاعه والصراحه والوضوح مهما كان مين اللي قدامه، ده اعجبني جدا جدا فيه.
شاطر وناصح ومتملك من ادواته. على فكره هم الثلاثه متملكين من ادواتهم، بس انا بقول لك يعني لكل واحد حاجه كده. فهاني دايما كنت حتى بقول على ابراهيم وبقول على هاني الاثنين الاول، دول بكره الحلو بتاع مصر يعني، ما زلت مصمم على ده. كريم قبل تروح لكريم يا كابتن شمير، بس على الاول بشكرك على كلام حضرتك ده، لكن بعد ربنا سبحانه وتعالى طبعا حضرتك اكيد ليك فضل عليا. مجرد حتى الكلمه الحلوه ان كابتن احمد شوبير لما يقول كلمه في حق هاني حكوت المذيع بالظبط، المذيع الصاعد، وجودي معاك في الاستوديو دي حاجه تقلني اكيد في فتره الشباب والرياضه، فلا يعني وجودي معاك اكيد علمني كتير يا كابتن شوبير. بالنسبه لكريم بقى على مساندتك دي دايما، ربنا يخليك. كريم بقى، كريم اخر عنقود. كريم كان بيجي لي ضيف، فانا الحقيقه وانا قاعد كده فكان عندي فاصل، فقلت له ما ترجعوش عليا، ارجعوا على كريم. حتى وانا نفسي اتخض، فقلت لهم لا ارجعوا على كريم، لان انا حسيت فيها يا استاذ محمد انه لا ده شكله مذيع مش شكله ضيف، وده جميل جدا انت تبقى ضيف ومذيع. صحيح. ديسنت، مهذب، مذاكر، بطريقته لطيفه، مش منفر كمان، هادي بالنسبه للشاشه، مريح بالنسبه لك كمتلقي. دي كانت اول مره. ثاني مره قلت له لا انت بقى تيجي هتقدم معايا الحلقه، كان حاجه في بطوله اوروبا الا ان تاخدني الذاكره يعني. صحيح، نهائي اوروبا. ساعتها انا رهنت على فرنسا وهو رهن على البرتغال، وانا نادرا ما بخسر رهان في الماتشات يعني. صحيح. انت خسرت قدامنا قبل كده رهانك. كسب. ماتش الاهلي والزمالك، ماتش الاهلي والزمالك السويس، انت برضه خسرت الرهان والزمالك كسب. لا ما اصل انا عمري ما رهن غير الاهلي يكسب يا محمد، واحنا هنهزر يعني. انا بشكرك جدا يا كابتن على الكلام الجميل ده. بشكرك وبشكرك ان انت جايب محمد. بعد اذنك قبل ما الكابتن يقفل، بعد اذنك كابتن شوبير، انا بس عايز اقول لك كمان في نهائي كاس اوروبا اللي كابتن شوبير قال لي هتيجي معايا مذيع، انا في موقف بصراحه يعني عمري ما هنساه، يعني موقف مهم جدا. احنا قعدنا الكراسي، انت عارف في كرسي المذيع وفي كرسي الضيف جنبه، لسه الحلقه هتبدا، فطلب من الناس الموجودين طاقم العمل ان الكرسي بتاعه يبقى جنب الكرسي بتاعي عشان يبقى زي احنا الاثنين نفس الحاجه او نفس الوضع على الشاشه. ودي بالنسبه لي كانت حاجه كبيره جدا وجميله، انا دايما فاكرها للكابتن شوبير. وانا زي ما انا قلت له بشكل شخصي، انا ما انساش الفضل الصغير عليا، وده كان فضل كبير كمان مش فضل صغير. ربنا يخليك. بنشكرك جدا يا كابتن احمد شوبير، بنشكرك جدا، بنشكرك جدا يا كابتن احمد شوبير. وهروح لفاصل وارجع اكمل مع بكره الاحلى بتاع مصر زي ما قال الكابتن احمد شوبير.